اهلا بيكم، انا ميس ايات ساينس تيتشر. بدانا مع بعض منهج جونيور 6، والمره اللي فاتت بدانا مع بعض كونسبت 4. النهارده باذن الله هنكمله مع بعض. طيب، المره اللي فاتت بدانا نتكلم عن الديفرنت تايبس اوف سويل. اتفقنا مع بعض ان احنا عندنا 3 تايبس، منهم الساند والسيلت والكلاي، وفهمنا انه اللي هيخلي في ديفرنت تايبس هي الاماونت اوف اورجانيك ماتيريال اند ذا سايز اوف ان اورجانيك ماتيريال. النهارده بقى احنا عايزين نبدا مع بعض كده ونتكلم بالتفصيل شويه عن الـ size of particles of inorganic material. طيب، خلينا كده نبدأ مع بعض مع الساند والسيلت والكلاي والـ size بتاعهم. لو جيت أبص للـ size بتاع الساند بلاقي إن الـ particles بتاعتها كبيرة large، أما السيلت فزي ما احنا شايفين مع بعض كده هي أصغر شوية، والكلاي أصغر قوي، فبنلاقي إن الـ size different from one type to another. طيب، هل ده هيفرق في حاجة؟ طبعاً هيفرق في حاجات كتير قوي دلوقتي هنشوفها. هيفرق في ايه؟ هيفرق في the amount of retaining water. How many this soil can keep the water, can save water or retain water. قد ايه السويل دي هتقدر تحتفظ بالمية جواها. طيب، هنبدأ ان احنا نعمل experiment. هنبدأ ان احنا نجيب 3 equal amount of the three different types of sand. هنجيب مثلا 10 جرام من الساند ومن السويل، من الساند ومن السلت ومن الكري، وهنبدا ان احنا نعمل pouring water. هنبدا ننزل water من هنا. طيب، ايه اللي هيفرق؟ لا، هيفرق كتير. هنلاقي انه احنا طبعا هننزل the same amount of water، بس كميه الووتر بقى اللي هنلاقيها عملت flow from the soil هتلاقيها مختلفه. فهنلاقي في الساند الووتر عملت flowing by large amount، على عكس السلت هتلاقيها by medium amount، اما الكلاي فهتلاقيها small amount. طب ده هيختلف على حسب ايه؟ هيختلف على حسب ال size of particles. لو جيت بصيت على الساند هلاقي ان ال particles زي ما احنا ما لسه شايفينها من شوية ال size بتاعها كبير، فبنلاقي ان ال pore spaces بتاعتها بتبقى كبيرة، فالووتر بتعمل flow بمنتهى السهولة. فبالتالي بنلاقي ان الووتر اللي عملت فلو كتير جدا، large amount، على عكس السلت البارتكلز بتاعتها كانت medium. فبنلاقي ان لما بتيجي الووتر تعمل فلو الموضوع بيبقى اصعب شوية، فبالتالي الفلو of water بيكون medium، مش بيكون كتير ولا بيكون قليل، على عكس الكلاي اللي لما بنيجي نبص بنلاقي ان هي very small، فالبور spaces بتاعتها قليلة جدا، فبتعمل ريتيننج للووتر كتير. لا، خد بالك في فرق ما بين حاجتين، الفلو اوف ووتر اند ريتيننج ووتر. الفلو اوف ووتر ان الووتر تبدا تنزل كده زي ما احنا شايفين لتحت، ريتيننج ووتر معناها كيب ووتر، ان السويل تقدر تحتفظ بالميه جواها. فبالتالي لو جيت بصيت هلاقي ان الفلو اوف ووتر ان ساند فيري فاست، على عكس السلت بيكون ميديم، على عكس الكلاي بيكون فيري سلو، الفلوينج اوف ووتر بيبقى قليل جدا هنا. طيب، لو بصيت بقى للحاجه الثانيه اللي هي ريتيننج ووتر، قد ايه السويل دي هتقدر تحتفظ بالميه؟ لا، هلاقي ان الساند ريتيننج اوف ووتر بتاعها فيري سمول، مش قادره تحتفظ بميه كتير، كل الميه نزلت. اما السلت فبرضه زي ما هي ميديم، والكلاي فبنلاقي ان هي قدرت ان هي تعمل ايه، ريتيننج لارج اماونت اوف ووتر، قدرت ان هي تحتفظ بكميه كتيره من الميه. طيب، تعالى نشوف الكلام ده تاني كده عشان ما ننساهوش. هنا انه اهو ساند وسلت وكلاي، اول ما حطينا ذا سيم اماونت اوف ووتر لقيت ان الووتر في الساند حصل لها فلوينج وذ لارج اماونت، على عكس السلت وذ ميديوم اماونت، اما الكلاي وذ فيري سمول اماونت، الووتر اللي عملت فلو. طيب، تعالوا بقى نشوف ده كده في تيبل كله متجمع عشان ما ننساهوش خالص. جيت اشوف السايز اوف بارتكلز، خلاص انا فهمت الساند دي بتكون لارج سايز، اما السلت بتكون ميديوم، والكلاي فيري سمول. طيب، لو جيت ابص للكالر فزي ما كنا شايفين الساند دي الكالر بتاعها يلو، اما السلت فجراي، اما الكلاي فدارك براون او بلاك، يعني في الحته دي دارك براون، بني غامق جدا اللي هو بني محروق يعني، او بلاك. طيب، بالنسبه للفلوينج اوف ووتر والريتيننج ووتر هم عكس بعض. طالما الساند قادره تعمل فلوينج فيري لارج اماونت اوف ووتر، طالما الووتر عماله تعمل فلو فاست من الساند، يبقى اكيد الريتيننج بتاعها بيكون سمول، مش قادره تحتفظ بالميه كتير، فبنقول ان هي فلوينج ووتر فاست، فبالتالي الريتيننج بتاعها سمول.
السلط من غير تفكير كده كده ميديم في كل حاجة، فهي ميديم في الفلوينج وميديم في الريتينينج ووتر. اما الكلي لا، الكلي بنلاقي الفلوينج ووتر فيها سلو، تمشي ببطء جدا، المياه مش قادرة ان هي تمشي منها، فبنلاقي الريتينينج اوف ووتر بتاعها لارج، بتحتفظ بالمياه كتير جدا. طيب اتمنى يكون ده اتفهم. دلوقتي بقى انا عايزة ادخل شوية للسويل وادخلها في الانفايرومنت بتاعتها، وعايزة اعرف هل هي بتأثر على الحاجات اللي حواليها؟ طيب هل في حاجة ممكن تأثر عليها؟ قال لي اه، قال لي ان الساند والسلت والكلاي موجودين على حسب الكلايمت بتاع كل مكان، فبالتالي بنقول ان السويل افكت اون كلايمت اند كلايمت افكت اون ذا سويل، الاتنين بيأثروا على بعض. ازاي؟ اول حاجة كده انا السويل عندي على حسب التايب بتاعها هيكون في تايب اوف بلانت جرو ان ات، هتلاقي ان في تايب معين من البلانت جرو اون ساند اور اون سلت اور ان كلاي. التايب من البلانت ده بعد ما بيكبر بيبدا ان هو افكت اون ذا كلايمت. احنا اتكلمنا مع بعض قبل كده كتير ان البلانت ده اول حاجه بيقدر ان هو تيك كربون دايوكسيد اند جيت اوت اوكسجين، بيقدر يعمل ترانسبيريشن اند جيت اوت ووتر فيبر، فبالتالي بنلاقي ان البلانت اللي موجود في السويل افكت اون ذا كلايمت اوف ذا انفايرمنت. يبقى انا فهمت ان كده السويل تقدر تعمل افكت اون ذا كلايمت على حسب ايه؟ على حسب البلانتس اللي هتطلع فيها، على حسب البلانتس اللي هتجرو ان ذس سويل افكت اون ذا كلايمت اوف ذا كلايمت اوف ذس انفايرمنت. يبقى احنا فهمنا اول حاجه ان ازاي السويل افكت اون ذا كلايمت اوف ذا انفايرمنت. طيب تاني حاجه بقى، ازاي الكلايمت ممكن افكت تو ذا سويل؟ ما هو في حاجه بقى، على حسب الكلايمت ده على حسب النيوتريانس والووتر اللي هتكون في السويل. فمثلا لو السويل دي موجوده في كلايمت فيري High temperature هتلاقي ان السويل دي dry، مش هتلاقيها ان هي قادرة تحتفظ بالمية كتير، فبالتالي كمان السويل كان affect to the climate and the climate affect to the soil. تعالوا كده نبص على الجزء ده، فبنقول اهو ان السويل affect to the climate of the ecosystem as the type of plants that grow in a certain soil have a large impact on the temperature and the weather of this ecosystem. يبقى احنا فهمنا السويل افكت تو ذا كلايمت ازاي؟ عن طريق البلانتس، البلانتس جرو ان ذس سويل هاف امبورتنت امباكت، هاف امبورتنت افكت اون ذا تمبريتشر اند ويذر. البلانتس بتاثر على التمبريتشر والويذر، فكده فعلا السويل افكت اون ذا كلايمت. طب والعكس اكيد كمان الكلايمت افكت اون ذا ايكوسيستم ازاي؟ زي ما قلت لك كده ان لو الكلايمت مثلا فيري هاي تمبريتشر هتلاقي ان السويل بتاعتك دراي، فبالتالي الاتنين بيأثروا على بعض. طيب عايزين نقرب من ده اكتر كده ونشوف ازاي. هنبص كده اول حاجة على two area، اول حاجة الhumid area، تاني حاجة الdry area، يعني اتنين عكس بعض تماما. خلينا الاول في الhumid area. الhumid area هي wetland، يعني الارض دي فيها كمية امطار كتيرة جدا وكمية مية كتير. عايزين نشوف هل ده فعلا هيأثر على السويل في حاجة ولا لا. لما بصيت كده الكلايمت بتاعها كله رينز كله ووتر، طيب هل هيأثر على السويل في حاجة؟ تعال نشوف مع بعض. قال لي اول حاجة بتحصل ان الرينز لما بتسقط بتعمل زي ما احنا شايفين كده، اول الرينز ما بتسقط كتير كتير by large amount بتبدأ تعمل wash down للنيوترينز، بمعنى ان هي بتبدأ تاخد النيوترينز وتطلعها بره السويل، تعمل حاجة اسمها تجريف او بلاش تجريف، المهم ان هي بتعمل wash down للنيوترينز، بتبدأ تبعد النيوترينز عن السويل زي ما احنا شايفين كده. فأول حاجة during the rain nutrients washed down from the soil. طيب دي أول مشكلة، طبعا احنا النيوترينز عايزينها في السويل، ان الووتر تنزل وتخليها تطلع برا السويل او تحركها من مكانها بعيد عن السويل، ده هيضر السويل اكيد مش هيفيده. تاني مشكلة بقى، تاني مشكلة وهي المينرالز اللي احنا اتفقنا ان هي جاية منين. ها حد فاكر المينرالز دي اللي جت من البريكنج داون اوف روكس، اللي هي ايه؟ اللي هي البلانت عايزها عشان دي increase the fertility of the soil، دي بتزود خصوبه التربه والبلانت طول الوقت بيعمل لها absorb. طيب دلوقتي بقى الرينز هتبدا ان هي fall on the soil وهتبدا ان هي تضر المينرالز دي. ازاي هتضر المينرالز؟ قال لي المينرالز بتبدا ان هي fall down into the soil and make a hard layer that plant root can't penetrate it. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ يعني ايه؟ يعني تخيل معايا كده ان احنا هنا بيكون عندنا minerals
تخيل معايا كده اهي المينرالز، كان عندي هنا الصويل وكان عندي فيها مينرالز كتير، نتيجة الرين تبدأ تزق المينرالز دي لتحت فتبدأ تكون لاير هارد لاير هارد لاير من المينرالز. دي حاجة حلوة؟ لا طبعا حاجة وحشة جدا، لان الروتس بدل ما كانت هتقدر تعمل ابسورب للمينرالز الصغيرة دي هتبدأ ان هي تنزل تلاقي قدامها مين؟ هارد لاير من المينرالز، فمش هتقدر تعمل بنتريت، مش هتقدر ان هي تخترقها وتبدأ ان هي تنمو زي ما كانت، فبالتالي دي مشكلة تانية. يبقى الرينز في الهيومد اريا سببت مشكلتين. اول حاجة ان هي عملت ووش داون للنيوترينز، ووش داون للنيوترينز. تاني حاجة ان هي خلت المينرالز فول داون and make a hard layer that plant root can't penetrate. تعال نبص على ده تاني عشان ما ننساهوش خالص. بنقول اول حاجة in the humid area during rainfall the soil of humid area retain large amount of water. ده مفهوم بقى. ليه مفهوم؟ لانه اكيد في الهيومد اريا انا عندي كلاي، عندي اكيد السويل دي جواها كلها ووتر، فقال لي بالتالي ريتين ايه؟ لارج اماونت اوف ووتر، الووتر ما بتقدرش ان هي تمشي بسهوله منها. فقال لي الرينز دي بتعمل ايه؟ اول حاجه ووش داون نيوتريانس اوف ذا سويل، تاني حاجه مينرالز فول بلو ذا سويل لايرز، ذس ويل فورم ا هارد لاير ذات بلانت روت كانت بنتريت. Plant root can't penetrate this layer. طيب خلينا كده نكمل مع بعض ونشوف. قال لي بقى ان when water increase in the soil this soil will called waterlogged soil. طيب مين هي الwaterlogged soil؟ الwaterlogged soil دي ليها شوية properties كده. اول property مفهومة ان فيها large amount of water. The second property that it keep little air. طيب ليه little air؟ ما بيبقاش في مكان للاير. لو انت فاكر معايا كده واحنا بنتكلم ايه ليسن 1 اتفقنا مع بعض ان البورز او البورز بيسز اللي بتوين البارتكلز دول هيكون فيهم حاجتين filled with water and air. filled with water and air. انا دلوقتي بقولك ان الووتر اخدت اكبر من مساحتها، فضلت تكتر 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 لغايه ما غرقت السويل كلها، فبالتالي ما بقاش في مكان للاير. فطبعا دي حاجة تانية وحشة لانه الروتس ساعتها مش هتقدر ان هي grow well، لان الروتس دي كانت محتاجة water وبرضو كانت محتاجة air، فلما ما يكونش في air خلاص انا كده بقى عندي مشكلة. ففي الوقت ده بنسميها waterlogged soil. طيب فبنقول in some humid area when there is too much water the soil in this area become waterlogged soil that contain very large amount of water and little amount of air. تمام؟ فيها large amount of water and little amount of air. دي مين؟ دي water logged soil. فيها very much water and very little amount of air. ف and this doesn't help root of plant to grow and also some living organism in this soil to live. طبعا الوقت في الوقت ده البلانتس مش هتقول الله دي في مية كتير وتتبسط، لا بالعكس خالص، البلانت روت مش هيقدر ان هو ينمو كويس لان في too much water، هو عايز water على قده مش عايز يبقى فيه too much water، وخصوصا ان الwater دي اثرت على الamount of air. خلاص محدش ينسى ان في الوقت ده السويل هيكون اسمها waterlogged soil. waterlogged soil. طيب خلينا نكمل بقى مع بعض في الاريا التانية وهي الhot dry area. يبقى احنا فهمنا اول اريا اللي هي الhumid area اللي كان فيها too much water. دلوقتي بقى العكس تماما وهو الhot area. الهوت اريا دي بتلاقي ان فيها كلاي، بس المشكلة ان الكلاي ده بص كده من كتر ما خلاص مفيش مية، المكان very hot، فبالتالي الايفابوريشن فيه عالي، المية عمالة بتتبخر والسويل بدأت ان هي تنشف. قال لي ان الكلاي ده مش هيفيدنا برضو. قال لي السويل rich with clay particles the clay become dry، زي ما احنا شايفين كده الكلاي اصبح ناشف جدا وجاف قوي، فبالتالي قال لي will form the layer that doesn't allow much water to flow. زي ما نقول كده ان الكلاي اتحجر فخلاص ما بقاش قابل انه اي ووتر تنزل فيه، فبالتالي اصبح ايه؟ don't allow much water to flow. خلاص الكلاي نفسه نشف قوي بقى very dry، فالمية ما بقتش قادرة تنزل منه. ففهمنا كده انه ولا ده مطلوب ولا ده مطلوب، يعني الهيومد اريا او الدراي اريا الاثنين مش كويسين للبلانت. هو الحاجه الكويسه انه يكون الويذر على طول ورم، يبقى على طول كده
في حته في النص تبقى الدنيا فيها ووتر بس بنفس الوقت ايه بكميه معتدله ريجولر. تمام. خلينا نبص بقى على مكان ان سنتر افريكا بيمثل الدراي اريا. تمام. طيب عندنا سافانا فورست. السافانا فورست هي عباره عن جراس لاند ايكو سيستم. ليه جراس لاند؟ لان هي هنشوف دلوقتي هنقول ان هي التمبريتشر فيها عاليه شويه, فبالتالي بتلاقي ان هي شويه مايله على الديزرت, يعني شويه البروبرتيز بتاعتها هتلاقيها ان هي رايحه ناحيه الديزرت اكتر. تمام. طيب فبنقول عليها ان هي جراس لاند ايكو سيستم. ليه جراس لاند ايكو سيستم؟ عشان منطقي مكان ما فيهوش ميه كتير مش هتلاقي انه فيه لونج تري, بالعكس هتلاقي انه كله جراس, يا دوب كده اعشاب جافه صغيره اللي بتنمو فيه. فمبدئيا كده بنقول ان هي sand soil is dry and loose. يبقى انا بتكلم في السافانا فورست اللي هنتكلم عليها دي, بنقول ان السويل بتاعتها sand soil, طبعا dry and loose, that drain water quickly so large tree can't grow in it. المفروض ان احنا فاهمين ده كويس قوي ان هي drain water quickly لان احنا لسه قايلينه. يعني ايه drain water quickly؟ يعني الwater flow very fast from it. بتلاقي ان الووتر عماله بتنزل بسرعه جدا منها, ما تقدرش تعمل ريتين للووتر زي الكلي. دي ساند دراي, فبالتالي بتعمل درين للووتر كويكلي. الووتر بتبدا ان هي ايه يحصل فلو كده من الساند بسرعه جدا, ما تقدرش تحتفظ بالميه. ومن هنا فهمنا انه ما ينفعش يكون فيها لارج تري, لان اللارج تريز محتاجه لوت اماونت اوف ووتر, ودي ما فيهاش ووتر كتير تكفيها. طيب بنقول ان السافانا اور جراس لاند ايكوسيستم contain dry sand soil, وعلى طول بنلاقيها في سنترال افريكا. طيب لغايه هنا كويس. انا عايزه بقى اقرب شويه اكتر واشوف ايه اللي بيحصل في الايكو سيستم ده. السافانا فورست بالساند سويل بتاعتها عايشه ازاي؟ محدش ينسى انا هنا عايزه اميز بس شويه حاجات. اول حاجه ان السافانا فورست مايله شويه على الديزرت, بمعنى ان السويل بتاعتها ساند سويل, دراي اند لو سويل. فهمت كمان ان هي موجوده في سنترال افريكا, don't have much long tree, على طول فيها grass, وعشان كده بنسميها grass land ecosystem, grass land ecosystem. طيب خلينا كده نشوف بقى عن قريب شويه ايه الانفايرمنت بتاعتها دي, فين الليفنج اورجانيزم اللي فيها. قال لي مبدئيا زي ما قلنا كده هي ما فيهاش large trees كتير, فبنلاقي على طول فيها grass. قال لي ان هي contain variety of grass and small plants, يدوب grass و small plants عشان اصلا المية اللي فيها مش كتير. طيب نتيجة ان فيها grass و small plants اكيد في animals محتاجين لده وبياكلوه. فبنيجي بقى للherbivores, وعايزك تركز في المسميات الجديدة. الherbivores انت عارفها بس مش عارفها بالمسمى ده. الherbivores هما عبارة عن plant eater, يعني عندك الجازل, طبعا احنا عارفين الجازل, والدير. الدير احنا كلنا عارفينه بس ما نعرفش ان اسمه التاني herbivores, مش الجازل هو نفسه herbivores, لا اي plant eater, كل اكلات العشب اسمهم herbivores. فبالتالي عندي herbivores such as gazelle or deer depend on this grass and small plants. يبقى مبدئيا in savanna forest عندنا اول حاجة اتفقنا ان هو grassland ecosystem, بمعنى انه في grass وفي small plants. مين اللي بياكل الجراس ده؟ الherbivores. زي مين؟ زي الدير. طيب وقفنا عند هنا؟ لا, هيجي بقى كارنيفورس. مين الكارنيفورس؟ هما الميت ايتر بقى, اللي هما زي اللاين, زي الشيتا, اللي هما ايه, اللي هما بياكلوا ميتس. فبنقول انه بعد كده بيجي لارج اند فاست كارنيفورس such as lion and cheetah depend on herbivores اللي هما الجزر. يبقى انا فهمت ان انا في السافانا عندي جراس, اللي بيجي ياكل الجراس ده هما مين؟ الherbivores اللي هما زي الجزل. بيجي ياكل الherbivores الكارنيفورس اللي هما زي الشيتا واللاين. يبقى اللي انا بس الجديد بالنسبه لي هنا الherbivores والكارنيفورس. herbivores ده اللي هما مين؟ اللي هما البلانت ايتر, اما الكارنيفورس فدول الميت ايتر, تمام, او الانيمال ايتر. طيب خلينا كده نكمل ونشوف بقى الاذر ايكوسيستم, وهو البج. soil in a pug, اللي هو مين البوج دي؟ اللي هي الليك يعني. طيب باجي اشوف بقى هنا بلاقي السويل العكس خالص, عكس السافانا اللي كانت فيها ساند دراي سويل, لا انا هنا عندي ايه بقى؟ wet and clay soil. طيب خلينا كده نقرب شويه ونشوف في ايه في السويل بتاعه البوج. clay soil which
rich with the clay particles. طبعا retain much water. التانية كانت ايه؟ drain water fast. كانت الووتر فيها بتنزل بسرعة جدا slow fast ومش عارفة ان هي تحافظ عليها. هنا العكس، الكلاي بيقدر يعمل ايه؟ retain water، بيقدر يحتفظ بالمية جدا. طيب قال لي this soil may be wet most of time. طبعا في الغالب بتكون wet لانه هي اصلا عبارة عن wet soil، يعني هي بتحتفظ بالووتر كتير ففي الغالب بتبقى ايه؟ wet. طيب قال لي بقى مين اللي بيحب يعيش هناك؟ طبعا احنا عارفينهم، الفراج والموسكيتو، على طول بنلاقيهم في اي ليك، اي بركة كده بص عليها هتلاقي ان فيها الفراج والموسكيتو كتير جدا. طيب قال لي بقى ان بما انها طول الوقت moist and wet، moist بمعنى wet يعني ان هي طول الوقت رطبة كده وفيها مية، قال لي ده بيخلي التمبريتشر تفتكر ايه؟ طول الوقت هيبقى high ولا cool؟ قال ان ده بيخلي التمبريتشر على طول cool، يعني درجة الحرارة بتكون طول الوقت قليلة بسبب ايه؟ بسبب المويست او الويت سويل. تمام؟ فالبوج زي ما اتفقنا كده هي كلاي سويل، الكلاي سويل دي ريتين ماتش اماونت اوف ووتر. اتفقنا مع بعض برضو ان هي اللي بيعيش فيها الفراج والموسكيتو، وان طول الوقت عشان هي ويت سويل فطول الوقت بنلاقي ان التمبريتشر فيها كول تمبريتشر. تمام؟ خلينا كده نكمل مع بعض بقى بجزء مهم جدا وعايزاك تركز معايا فيه عشان الجزء اللي جاي ده محتاج شويه مجهود مننا ومحتاج ان احنا نثبته شويه. قال لي انه في شويه حاجات human activity بتؤدي لان السويل دي بتبقى not healthy. تمام؟ طيب بمعنى ايه؟ بمعنى ان احنا في حاجات بنعملها بتخلي السويل دي يحصل لها deplet. يعني ايه deplet؟ يعني تستنفذ، ما تبقاش صالحه للزراعه. طيب ليه؟ قال لي احنا ساعات كده بنحب ان احنا نستعجل وبنحب ان احنا نعمل نصلح حاجات، بس اكتشفت ان ده بيبوظ حاجات تانية خالص. فالنهاردة انا عايز اتكلم معاكم عن الديبليت ذا سويل. طيب بعد ما خلصنا بقى الجزء ده تعالوا كده نبدأ مع بعض جزء جديد وهو برضو عن السويل، ولكن هنبدأ نتكلم بقى عن الباد افكتس اوف ذا هيومن اكتيفيتي. بمعنى ان احنا في هيومن اكتيفيتي كتير عملناها كان اكيد هدفها الاصلاح، كان هدفها ان احنا نصلح مشكله ما، بس لقينا انه ده ليه باد افكتس كبيره قوي على السويل. فانا دلوقتي عايزه اتكلم معاكم عن حاجه اسمها deplete the soil. What the meaning of deplete the soil؟ deplete the soil يعني بمعنى استنزاف التربه، التربه ما تبقاش صالحه خلاص للزراعه. طيب ايه هي الهيومن اكتيفيتي اللي ممكن تؤدي للديبليت ذا سويل؟ اول حاجه كده زي ما احنا شايفين وهي converting fertile agricultural land into city factor or pasture. بمعنى ان انا يكون عندي fertile agricultural land، يعني ارض زراعية كويسة جدا ما فيهاش حاجة، نبدأ ان احنا نحولها ل factory city or pasture. دي حاجة اكيد اكيد هتضر التربة ومش هتخلي خلاص ان هي تبقى صالحة للزراعة تاني. فبنقول اول حاجة to deplete the soil، الحاجة اللي احنا عملناها ادت لاستنزاف التربة. خد بالك بس من كل كلمة عشان يمكن في كلمات هنا جديدة شوية عليك. طيب deplete the soil، the first human activity make deplete the soil. اول حاجة كانت ايه؟ converting ايه بقى؟ fertile agricultural land، converting fertile agricultural land into city factory or pasture. طيب تاني حاجة overuse of pesticides. طيب خد بالك من حاجة، هنا قلنا ايه؟ الـ overuse، يعني ممكن في بعض الاوقات ان احنا محتاجين نستخدم الـ pesticides، محدش قال ان احنا نمنعها، بس المشكلة انه الـ overuse منها، بمعنى اصح ممكن يكون حد مثلا بيزرع مش فاهم المفروض يحط كمية قد ايه، فبيحطه وخلاص مثلا، ده بعد شوية بيؤدي لايه؟ deplete the soil، بيخلي التربة دي غير صالحة خلاص للزراعة. ف overuse of pesticides. يبقى أول حاجة converting، ركز معايا أنا هفضل أعيد كتير في الجزء ده عشان نحفظه كويس مع بعض. أول حاجة عشان تعمل deplete the soil إيه بقى؟ ال human activity that make deplete the soil، the first one converting fertile agricultural land into city factory or pasture. تاني حاجة overuse of pesticides. طيب number 3 برضو overuse، ولكن مرة دي للchemical fertilizers. overuse of chemical fertilizers، يعني
هي المفروض ان الكيميكال فيرتلايزرز برضو هي بتضر التربة، ولكن ممكن نستخدمها بحد معين، بس الاوفر يوز منها طبعا برضو عمل ايه؟ ديبليت ذا سويل. طيب ايه كمان؟ كمان الاير والووتر بوليوشن، ده كده كده بيضر باي حاجه، فالاير والووتر بوليوشن كمان عمل ديبليت ذا سويل. يبقى نركز مع بعض ان في سام هيومن اكتيفيتي ميك ديبليت ذا سويل. زي ايه؟ زي converting fertile agricultural land into city, factory or pasture. زي الoveruse لحاجتين، overuse of pesticides and overuse of chemical fertilization, chemical fertilizers. وكمان اخر حاجة الair والwater pollution. طيب اكيد احنا مش عايزين ده، بس ممكن احنا نصلحه، هنشوف دلوقتي ازاي. بس خلينا الاول نشوف ان تأثير الـ deplete the soil ده اثر على قد ايه من الـ soil واثر عليه ازاي. اي نتيجة الـ deplete the soil او نتيجة الـ human activity الباد الكتير ادت لحاجة اسمها desertification. ايه هي الـ desertification؟ هي تحويل الارض، ممكن تبقى كانت ارض كويسة بدأت ان هي تتدهور شوية، بدأت ان هي تبقى desert. يعني الارض دي كانت كويسة ولكن بعد شوية اصبحت ان هي بقت infertile خلاص، وبعد كده بقت ايه؟ desert. طبعا دي حاجة وحشة، لانه لو فكرنا هنلاقي ان احنا هدفنا ان احنا نحول الديزرت لفertile agricultural land، مش العكس، مش نحول land للديزرت، دي حاجة وحشة قوي. فبنقول هنا انه desertification it's a process by which the land become infertile due to deforestation, drought or overgrazing. قال لي انه في الوقت ده الانفيرتايل لاند بتتحول لديزرت نتيجة ثلاث حاجات مهمين، ومهم ان احنا نعرف ايه سبب الديزرتيفيكيشن. الديفورستيشن وهو طبعا الاوفر كاتينج اوف تري، الدراوت طبعا مفهوم، والاوفر جريزنج. فبالتالي بنقول ان الديزرتيفيكيشن هو عبارة عن ان الانفيرتايل لاند تتحول لديزرت نتيجة ايه؟ نتيجة الديفورستيشن او الاوفر جريزنج او الدراوت. تمام؟ فبنقول ان نتيجة الديزرتيفيكيشن ونتيجة عدم الاهتمام بالاراضي وان هي تحولت كده لديزرت تقريبا at last 150 years تقريبا half of the agricultural soil on the earth has been lost. تقريبا فقدنا نص الاراضي الزراعية في اخر 150 سنة بس نتيجة عدم الاهتمام بالزراعة، او نتيجة حتى ال human activity اللي احنا اتفقنا عليها او اللي احنا قلناها، الoveruse بتاع البيستسايدز، الoveruse of chemical fertilizers. كل الحاجات دي ادت لان احنا تقريبا فقدنا في اخر بس 150 years حوالي half of the agricultural land. طيب كمان قال لي ان desert area around the world increasing very quickly as about 38% of earth land become very dry and exposed to desertification. وكمان اراضي كتير قوي بتتحول بسرعه لديزرت، مع ان لو احنا فكرنا هنلاقي ان هدفنا اصلا العكس، هدفنا ان احنا نحول الديزرت لاجريكالتشرال لاند زي ما قلنا، مش العكس. فحاجه وحشه جدا انه نتيجه كل الاكتيفيتي دي انه كل الاراضي تتحول بالنسبه لنا لديزرت. فبالتالي المفروض ان احنا بقى، بما اننا بقى عندنا وعي لحاجه زي كده، المفروض ان احنا نرجع تاني الاراضي كويسه. طيب ازاي بقى ممكن نعمل ده؟ يعني ازاي ممكن ريتيرن ذا سويل، ازاي ممكن ريتيرن ذا سويل فيرتيليتي، نرجع تاني ازاي الارض؟ قال لي عن طريق حاجتين. اول حاجه والحاجه اللي المفروض ان كلنا فاهمينها دلوقتي، وهي اد نيوترينز. بمعنى لو فاكر معايا المره اللي فاتت واحنا بنقول انه النيوترينز دي هي اللي بت increase the fertility of the soil، هي دي الهيومس اللي احنا محتاجينها عشان السويل دي تبقى more fertile and plant can grow in it very quickly and healthy. فبنقول adding nutrients، وهنفهم دلوقتي ازاي. اول حاجة ممكن ان احنا نزود بيها الفيرتيليتي بتاعة السويل ونرجع السويل healthy تاني، اول حاجة بنقول adding nutrients. تاني حاجة crop diversification، وهي التنوع في الكروبس، يعني ان احنا نزرع بس نزرع حاجات كتير مختلفة بحيث ان احنا نرجع برضو nutrients تاني للسويل. طيب خلينا نبص على واحدة واحدة بالراحة. بنقول adding nutrients ازاي ممكن نعمل adding nutrients عن طريق plants وعن طريق animal. زي ما قلت كده المرة اللي فاتت decomposers، لو حد فاكر معايا، كانوا بيعملوا decomposition process. طيب عن طريق decomposition process كانوا بيرجعوا nutrients تاني للسويل.
فانا هنا بقول ايه بقى؟ بقول ان احنا لو حطينا الريمينز بتاعه البلانتس والانيمالز للسويل هنبدا ان احنا نعمل كده ادينج نيوترينز، لان اكيد الديكومبوزرز هيبداوا ياخدوا النيوترينز ويرجعوها للسويل. فاول حاجه ادينج نيوترينز عن طريق الكروب ريمينز والناتورال فيرتلايزرز. طيب الكروب ريمينز زي الاسترو الستام او الستوكس بتاعه البلانت، يعني البقايا بتاعتهم، بقايا البلانتس، ريمين اوف بلانتس، اي بارت من البلانت يبدا ان هو يموت نحطه في السويل، بس مش اكتر من كده. تاني حاجه الناتورال فيرتلايزر وهي الانيمال مان. طيب يبقى احنا دلوقتي بنقول ان احنا اول حاجه عشان نرجع تاني السويل نعمل لها ريستوريشن، اول حاجه عن طريق ال adding nutrients. adding nutrients عن طريق البلانت والانيمال، remain of plant and remain of animal. طيب تاني حاجة الcrop diversification. ايه الcrop diversification؟ انه planting different types of plant. فبنقول which mean planting different types of crops and rotating them with crops that keep the soil fertility. يعني من الاخر كده ان احنا plant different types of crops. ليه؟ لان ده برضو هيزود النيوترينز في السويل وهيرجعها تاني. خلاص سويل ريستوريشن فهمت عن طريق حاجتين، اد نيوترينز عن طريق الريمينز للبلانت والانيمال، وتاني حاجه الكروبس دايفرسيفيكيشن بمعنى بلانت ديفرنت تايبس اوف كروبس. اتمنى انه يكون مفهوم، بس ما حدش ينسى ان الجزء ده محتاج شويه تثبيت، فمحتاجين ان احنا نثبته وما نسيبهوش خالص. طيب بنقول بقى انه في شويه حاجات factors affect on the crop quality. يعني مش معنى ان احنا حطينا النيوترينز للسويل وخلاص ساعدنا ان النيوترينز ترجع تاني للسويل انه كده خلاص احنا حلينا كل مشاكل الكروبس وهتطلع كويس. لا، في شويه factors احنا ممكن نساعد الكروبس بيها، زي مثلا الريجيشن. طيب تعالى كده نبص مع بعض. قال لي ان الكواليتي بتاعه الكروبس دي affected by حاجتين، regular and moderate irrigation، بمعنى زي ما احنا شايفين كده الصوره شرحه نفسها، ان احنا لما نيجي نروي الكروبس دي نرويها بس باي regular او moderate quality، بمعنى انه بالراحه، ما نبداش ان احنا نغرق السويل كلها، لان احنا فهمنا دلوقتي ان احنا لما هنحط ميه كتير ده مش هيفيد التربه ولا هيفيد النبات في حاجه، بالعكس ده هيعمل مشاكل زي ما احنا ما قلنا من شويه. فبالتالي اول حاجه انه ممكن ياثر على الكواليتي بتاعه الكروبس، اول حاجه regular and moderate irrigation. تاني حاجه adding suitable amount of organic fertilizers، برضو نفس الحكايه، بلاش الاوفر يوز، الاوفر يوز على طول هو اللي بيبوظ السويل. فبالتالي لما نيجي نحط نيوترينز حتى لو organic fertilizers والسويل عايزاها نحطها باي ايه؟ باي moderate quality او medium quality او suitable amount، يعني بايه؟ كميه مناسبه. خلاص يبقى زي ما احنا ما اتفقنا ممكن نعمل ريستوريشن للسويل، نحط نيوترينز زي ما احنا عايزين، بس في فاكتورز تانية لازم نبص عليها. زي ايه؟ زي الاريجيشن، ان احنا لما نيجي نروي البلانتس دي نعمل لها ريجولار اند مودريت اريجيشن. تاني حاجه انه لما نيجي نحط اورجانيك فيرتلايزرز نحطها ويز سيتابل اماونت، بكميات مناسبه. طيب نفرض بقى مع بعض كده انه ما حصلش الكلام ده، يعني ما اهتمناش احنا بكل اللي احنا قلناه ده وما اهتمناش بالفاكتورز دي، وبدات ان الفاكتورز تبقى unsuitable for the plant، الدنيا حواليه مش مظبوطه ومش مناسبه لي للبلانت، ايه اللي هيحصل؟ قال لي لا، هيحصل حاجات كتير. اول حاجه producing weak plants، البلانتس اللي هتطلع مش هتكون healthy، مش هتكون strong، هتلاقي ان هي كده weak، هتلاقي ان هي كده ضعيفه ويا دوب طالعه كده بالعافيه، واكيد اكيد اكيد الفايده بتاعتها هتكون قليله. ليه؟ لانه طالما unsuitable environment، طالما الدنيا حواليها كده مش مناسبه، يبقى اكيد النيوترينز اللي فيها مش هتبقى مناسبه بالنسبه لها. يبقى اول حاجه لو كان عندي unsuitable environment اول حاجه هتحصل producing weak plants، producing weak plants. تاني حاجه زي ما احنا شايفين انه كمان reducing the amount of crops، كمان الكروبس اللي هتطلع مش هتطلع كتير، هتلاقي ان هي ايه؟ كميتها قليله. يبقى اول حاجه weak plants لو كانت unsuitable factor، الدنيا حواليها مش متظبطة. أول حاجة طلع weak plants، تاني حاجة reduce the amount of crops، كمان مطلعش إن هو كتير، طلع بكميات قليلة. وتالت حاجة زي ما أنا شايفة كده spreading of plant disease among crops، كمان ال diseases بدأت كمان هتبدأ إن هي تنتشر ما بين إيه؟ ال plants وبعضها، فهتلاقي إن كمان المحصول اللي طالع ده كله مش كويس ومش صحي،
مش هتلاقي ان هو هيلثي، هتلاقي ان فيه ديزيزز كتير وامراض كتير منتشره فيه. فاحنا بنقول انه لو كان عندنا unsuitable factors هتأثر على الكروبس ولا لا؟ طبعا هتأثر. زي ما احنا شايفين قال لي انه هيطلع weak plant، كمان reducing the amount of plant، كمان هيطلع with little amount، واخر حاجة ان diseases will spreading in the crops. طيب واكيد احنا مش عايزين ده. قال لي طيب دلوقتي بقى انه في حاجة تانية احنا بنعملها وهي erosion of the soil. ايه الايروجن اوف ذا سويل؟ يعني في الواقع مش احنا بس اللي بنعملها، ممكن يكون كمان في فاكتورز تانية كتير وهي بتعمل الايروجن للسويل. بمعنى ايه الايروجن للسويل؟ بمعنى ان السويل انسيتبل فور بلانتنج، خلاص تووز ما تبقاش اصلا نقدر ان احنا نعمل فيها اي بلانتس ولا تسمح انه اي بلانت تكبر فيها. طيب بمعنى ايه بقى؟ قال ان انا عندي الحاجات اللي قدامي دي كلها تعمل ايروجن للسويل. تعالوا كده نشوفهم واحده واحده. اول حاجه removing plants، اول فاكتور ممكن ياثر على السويل ويخلي فيها erosion هو removing plants. تاني حاجه type of soil، السويل ممكن ما تكونش كمان suitable for plant، وده ممكن على فكره نعالجه. يعني حتى لو السويل عندي unsuitable for planting ممكن ان احنا نعالج ده. خلاص كمان بنقول انه التايب اوف سويل، ممكن السويل ما تبقاش مناسبه فور بلانتنج، بس احنا ممكن نصلح ده وكمان شويه هنشوف ازاي. زي ما عندنا ريزنز فور ايروجن هنلاقي دلوقتي كمان ازاي ممكن نحل ده، بس ركز معايا ازاي ممكن نعمل ريديوس للايروجن ده. فاول حاجه بنقول ان ريزنز فور ايروجن زي ما قلنا كده ريموفينج بلانتس. تاني حاجه قلنا ان التايب اوف سويل اصلا ممكن يكون هو نوت سيتابل فور بلانتنج، كمان increasing the amount of water، وفهمنا انه دي كارثه زي ما كنا بنتكلم دلوقتي انه كل ما هنزود الووتر دي هتبقى كارثه بالنسبه للسويل. وكمان اخر حاجه بنقول انه increasing the inclination of the earth surface، بمعنى يعني ببساطه كده انه الارث ما تكونش فلات. يعني طبيعي ان انا لو عايزه ازرع هبقى عايزه ازرع on flat كده flat surface عشان ابدا ان انا احط يعني يبقى فيها nutrients، مثلا احط الووتر تتوزع صح. بس انا لو عندي inclination، لو انا عندي الارض دي زي ما احنا شايفين كده مش فلات، لا ده هيؤدي للكارثه بقى، لانه اكيد اكيد لما هنيجي مثلا نحط ووتر، لا اكيد الووتر هتبدا ان هي يبقى ليها flow، مش هتبقى كل الارث مش هيبقى كل السيرفيس عليه نفس الاماونت اوف ووتر، فدي طبعا مشكله. فقال لي ان انا كده عندي فور ريزن فور ايروجن. اول حاجه قلت ريموفينج بلانتس، تاني حاجه قلت كمان التايب اوف سويل، قلنا الانكريسينج ذا اماونت اوف ووتر، واخر حاجه الانكلينيشن اوف ذا ايرث. طيب هل الحاجات دي ممكن ان انا اصلحها ولا لا؟ يعني الايروجن معنى كده ان الحاجات دي لو موجوده انا كده خلاص مش هعرف ان انا ازرع كويس. هل انا ممكن اعالج ده؟ ممكن اعالجه، هنشوف دلوقتي ازاي. بس خلينا نبص كده، بيقول هنا these factors lead to increase the speed of moving water over the earth surface. The soil particles are washed down by moving water and cause soil erosion. يعني زي ما احنا فاهمين كده، زي ما قلنا دلوقتي انه الووتر هتبدا تاخد البارتكلز دي وتبدا ان هي تعمل لها واش داون، فساعتها مش هنقدر ان احنا نزرع في المكان ده. طيب يبقى قلنا تاني removing plants, type of soil, increasing the amount of water and also increasing of inclination of the earth. كل الحاجات دي تعمل ايه؟ تعمل erosion للسويل. افتكرهم كويس عشان كل واحدة فيهم هنبدأ ان احنا نعمل لها reduce دلوقتي، بحيث ان الارث دي ترجع تاني كويسة ونقدر نزرع فيها. طيب بص معايا ways to reduce the soil erosion، العكس بقى. زي ما انا كان عندي البلانت ريموفينج، لا انا هنا هعمل ايه؟ increase the planted area، هنبدا ان احنا نزرع بدل ما كنت بعمل ايه؟ ريموف للبلانت. تاني حاجه هنقول انه كان في لارج اماونت اوف ووتر وده كان مسبب مشكله، لا انا دلوقتي هحلها بان انا هعمل digging canal or trench، بمعنى ان احنا هنحفر كده زي ما احنا شايفين هنا في الارض، بحيث انه اي ميه اي اكزاس ووتر اي ميه زياده تبدا تنزل في ايه؟ في الكانال او في الترنش ده، فبالتالي ما يبقاش فيه اكزاس ووتر. يعني احنا دلوقتي كنا بنقول انه من اسباب الايروجن انه يبقى فيه لارج اماونت اوف ووتر. طيب ازاي ممكن احلها؟ ممكن احلها بحاجتين.
ده حل منهم ان احنا نعمل ايه؟ نعمل كانال او ترنش، بحيث ان اي اكزاس ووتر، اي ميه زياده في السويل تبدا تنزل في ايه؟ في الكانال ده، فنعمل ريديوس للايروجن. كمان مش احنا لسه كنا بنقول مع بعض ان كان في مشكله كمان وهي الانكلينيشن بتاعه السويل؟ هنا بقى هنبدا نعمل ادنج للساند والسيلت. طيب to decrease the effect of moving water over the soil. في الواقع في ده الحل ده هيحل حاجتين، ال type of soil وكمان ال inclination of earth. ازاي؟ ان احنا ممكن نحط الساند والسلت فبالتالي نزود ال fertility بتاعت الصويل. تاني حاجة نحطهم عشان نساوي الارض فبالتالي ما يبقاش فيه inclination، ف decrease the speed of moving water، المية ما تبدأش ان هي تجري جامد في الايه؟ في الارض. فبالتالي كمان تالت حل معايا وهو adding sand and silt to soil that help in decreasing the effect of moving water over the soil. يبقى زي ما كان عندنا reasons for erosion، دلوقتي كمان قلنا الحل اللي يعمل reducing للإيروجن ده، زي planting more plants، زي ان احنا digging canal or trench، وكمان ان احنا add silt and sand to the soil. كل الحاجات دي تعمل ايه؟ reduce the erosion. طيب خلينا لغايه هنا، خلاص انا هقطع الفيديو، خليه بس لغايه هنا بحيث ان احنا نثبت الجزء ده، عشان زي ما اتفقنا الجزء ده محتاج شويه تثبيت مننا، فمش هطول عليكم اكتر من كده. خلينا في الجزء ده نثبته كويس واشوفكم فيديو جديد ان شاء الله.